أعزائي المشاهدين، أنا شخص قادم لكم من المستقبل بالتحديد، التوقيت 2224 ميلادية، المكان صحراء مصر، الساعة 26 بعد منتصف الليل. في زمننا لا يوجد هواتف محمولة، لقد انتهى العمل بها منذ زمن. لقد وصل البشر للمريخ وأصبحت هناك رحلات مستمرة بين الأرض والمريخ، لم يعد هناك ما يسمى إسرائيل، والآن توجد دولة فلسطين وبها جامعة الدول العربية. أما إذا كنتم تتساءلون عن البشر فأصبحوا وحوشا قاتلة لا ترحم. في زمننا لا أحد يساعد أحدا، في زمننا لم يعد هناك انترنت بالمعنى التقليدي، فقد تم استبداله بشبكة عالمية من العقول المتصلة، مما يتيح للبشر للتواصل وللتعلم بطريقة لم يكن ممكنا تخيلها من قبل. أصبح للسفر عبر الزمن ممكنا، ويتم تنظيمه بحذر شديد لتجنب أي اضطرابات في الخط الزمني. لقد انتهت جميع الحروب على كوكب الأرض بعد إنشاء حكومة عالمية موحدة. تتميز هذه الحكومة بالعدل والمساواة، وتعمل على تحقيق السلام والرفاهية للجميع. الطاقة في زماننا تستمد بالكامل من مصادر متجددة، وقد تم القضاء على جميع أشكال التلوث البيئي. يعيش البشر في تناغم مع الطبيعة، مما أدى إلى عودة العديد من الأنواع المهددة بالانقراض. أما عن التكنولوجيا الطبية، فقد تم القضاء على جميع الأمراض الوراثية، ويمكن للبشر الآن العيش لعمر يصل إلى 200 عام بفضل التقدم الهائل في الطب والعلاج الجيني.